وسيم كيليميني ماما غطيني تلغدو فيقيني باباه لاباس عليه ولكن جابوا المدرسة طيور جهنم باش يعذبوا. الطيبي خضر خضورية ديال الغازو كيفهم في كل شيء إلا القراية، أحسن طبق عنده اللوبيا بالحار. أهلا نؤنؤ، أدغي فرشتي قديتي البلاصة. نودلي 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 يا رشيد، عمرك تجلس لي في بلاصتي. نهار لقاك جالس لي بلاصتي نحك لك الحريقة على نيفك يمشي لك الشمع. بدر قريقيبة ما كيسحاش، آخر مرة سحى فيها كان كومة. مسالة تدي بقاش تعود معايا. اهلا بدر، اكي دير ايه البلاصه؟ اسمح لي ياك تحا ديالك. جعفر اكل اختي الميد في شمال افريقيا، صحيح جسمانيا وضعيف عاطفيا. جعفر وجعفر بدر فين؟ مريض. طيبي بدر فين؟ جعفر مريض. وسيم وي شنو؟ إلي مالاد. الله يشافي ويعافي دراري، راه بزاف علينا هادشي. 5 سنين وحنا كنعاودو في القسم، شنو غنديرو شي حاجة في حياتنا؟ عطيونا شي حل أصاح. بدر أنا عندي الحل. دوي مشيو ونترينيو الحديد، حنا ما مربيينش ما مربيينش، مشيو نربيو العضلات. كاينه عجبتنا هاد الفكره، انا ندير لكم الحركات. انا ما كندويش على الله يروبيك، انا كندوي على الميسكيلاسيون. جلس واسيم. وا الدراري شنو بغيتو تفوجوا؟ عندي لكم واحد المانيره مزيانه، نمشيو ندوزو شي حصه عند الاستاذ نوال. والله الا 5 سنين وانا تندوب لا باش نجي عندها، ربي ما كيسلطني على هذا الفطاح هذا. اخر مره جبد الاستاذ نوال حيت غنقسم لك راسك وعيبقى على الميكرو لاصق هنايا. علاش كنبغيها؟ انت هو طلع كيبغي بهالي. انا عندي واحد فكره زوينه، نلعبوا على زين بومبح. انا عندي فكره احسن من هذيك، هذا الميكرو اللي بقى لاصقنا غنلصقوا لك من الجهه الاخرى وغيولي وجهك 3 فصال. جلس واسي دراري، واش دري غير فرتشكنا صاحبي؟ حنا راه خوت، واخر حاجه هي فيها شاش فرتشكنا. نوال ديالي قلتي شي حاجه ديالنا بدر قلتي الاستاذ نوال ديالنا كاملين. واش داخل معانا هاد قريش هذا؟ نقريش هاد نشكم هذا؟ لا هذا ما تخافش منه واسي، هذاك الشيء اللي قلت انا نيت. ايوا وقف. ايه هذاك وي
ضروب فردي؟ لا. مشلل؟ لا. البواسر؟ لا. وش تقالس وقف؟ ما مأدبش. بيشل. جبان. اتونسيو واسيم، مشي لا دغنيغ فوا. يوما ان شاء الله. غادي نهضروا على شنو مر؟ قلت قيام. قيام؟ قلت العام اللي فات في ايلول اللي داز، ماشي يلا دابا. جلس وسيم. ما مأدبش. باشل. جبان. شتي؟ انت وليتي عرض النقاش. وسيم ما بقيتيش عاجبني. راه غنعيط لباك رئيس الجماعه، انا كنت دير مع الجمعه باش نديرو شي اجتماع على حساب الجمعيه، ولكن واقيلا ندير مع السبت. زير معايا. اليوم ان شاء الله عندنا درس الجغرافيا، ولكن قبل ذلك وصيتكم على واحد الحاجه ديروها في المنزل، اللي هي الفرض المنزلي. شكون دار الفرض المنزلي؟ سيد 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 وسيم. انا وجدت الفرض المنزليه. برافو. لا، لم اوجد الفرض المنزلي. كتفلى عليا وسيم. ها نحول الرونديفو من السبت الحد، نخرج على بوك. غنربيك يا وسيم، غنعذبك. بدر ولدي كيداير؟ بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. وجدتي الفرض منزلي؟ لا. علاش؟ ما كنبغيش شي واحد يفرض عليا شي فرض. وقف. الله يحفظك. وقف. مزيان تبارك الله. وليتي تهدر وليت تحلك الفم. جعفر استاذ، وجدتي الفرض المنزلي؟ انا ما عنديش منزل في الاصل باش ندير فيه الفرض. انا كنبات عف الجريده اللي حدا البلديه، نهار ديروا فرض جردوي خلوي يصيبوا، دابا ما عندي. وليتي كتفهم. وقف جعفر، نوض عندي، اجي هنا هنا. وقف هنا. الا جلس، ما تبقاش تعاود ولا غندير لك اكثر من هكا. صحيح ود الحرام. طيبي، اطيب خلق الله الآداب والتربية. وجدتي الفرد المنزلي؟ وجدت الفرد المنزلي. زائد 18 نقطة. فينا هو؟ خليته في المنزلي. ناقص 1800. ليش؟ كيفاش ليش؟ فينا هو الفرد المنزلي؟ خليته في المنزلي. علاش؟ ياك هو سميته فرد منزلي، خليته في المنزلي. نجيبو المدرسة متقلين بيه؟ ليش؟ انا ما عرفتش علاش الناس عطاهم الله تلاميذ نجباء باغين يقراو عندهم رؤيه للمستقبل، وانتم ما كاين العمل خوه. انا بغيت لكم مصلحتكم وبغيتكم تقراو، لذلك تبعوا معايا الدرس ديال اليوم اللي هو درس الجغرافيا. درس شكون اللي عزيز عليه السفر؟ اهلا. تسافروا؟ آه. باش تسافروا في بلادنا خاصكم تعرفوا التضاريس ديالها، الجبال ديالها، الهضبات والسهول. لذلك فاحنا غنبداو بجبال الاطلس. بماذا تتميز جبال الاطلس؟ سيد سيد سيد. تتميز جبال الاطلس، لا تتميز جبال الاطلس. في الجديد انت حياتك كلها بحال هكا، تتفاعل
لا تتفاعلوا، تتزمروا لا تتزمروا، لذلك فسوف تنجحوا. الجمهور حفظها. بدر، بدر، بماذا تتميز جبال الأطلس؟ تفضل. جبال الأطلس تتميز، جبال الأطلس، شكرا. صافي، هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي كاين في السوق اليوم. سوف تجيب في النقطة جوج. ما عجبتناش. ربعة. لا مالك. صفر. صحابك كيبغيو مصلحتك. صفر. بدر. جعفر. أستاذ، كنحتارمك على الطول ديالك. شكرا. بماذا تتميز جبال الأطلس؟ طويلة ومقمقمة. والله ما خزنت عليك شي حاجة. شوف مع الدراري. هادشي اللي عندك قريتي في الجغرافيا. طويلة مقمقمة. غنقول لك واحد الصراحة ولدي جعفر، الداخل ديالي كاين واحد الإنسان ما كرهش يشدك من يدك ويضربك هنا ويعاود يضربك هنا، ولكن لله في خلقه شؤون. بدر طيبي، عفوا، بماذا تتميز جبال الأطلس؟ وبين قوسين طيبي ابن البادية، خاصكم تستافدوا منه، تعلموا منه، على الأقل يراجع معكم. قل لهم بماذا تتميز جبال الأطلس يا ولدي؟ جبال الأطلس تتميز شي قهاوي دايرين بها لتحت، وي شي طواجن ديال الحوت كيديروا هاكا، وي 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 شي شوية ديال السردين. شوف عاولت مشيوش هادي داك الطرفاني مول الباجرة، كيدير شي حوت قديم او مشوش الله يرزق الشيخ. طيبي تقدر تزيد فيه المحجم. طيبي سيد داون. سيد داوي بعيد علينا بشي 60 كيلومتر. زير معايا شويه الله يرضي عليك، وعوننا عليك بكري. جبال الأطلس ما عرفتيش بماذا تتميزوا؟ قرينا بكري يا ودي، تبعوا معايا راه غتنفعكم في الامتحان. جبال الأطلس تتميز جبال الأطلس بارتفاع شاهق يمر عبره برد شامخ، فتنحدر التليفون كيسوني. آلو عمر ما تعيطش لي وسط الدرس دابا الله يعاونك. في ارتفاع شامخ وبرودة قاسية تجلو منها حوافس ومدافح وعلامس على المقام وعلى المسمى نقطة تحت السطر. فهمتوا شي حاجة؟ لا. هذا الشيء اللي عطينا في المقرر. والان غندوزو لواحد الماده في اطار طبيعه الحال الدروس اللي غتنفعكم في الامتحان، اللي هي النباتات. ومن كنقولوا النباتات فتا هي كتكاثر بحال بحال البشر ولكن بطريقه اخرى. اذا شكون فيكم غادي يقول لي شنو كيعرف على النباتات وتكاثر النباتات؟ سيد 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 وسيم. تتكاثر النباتات بالسقي بين. لا تتكاثر النباتات بالسقي. لا لا أستاذ، لأن الشتاء لم تصب هذا العام. جمتو. جمتو. قول ابني البروش. الله إلا قول بوبل بحسن جدا. زوين زوين الجواب ديالك، قربتي وليني زوين. بدر. بما كيف تتكاثر النباتات؟ كنعرف نبتة واحدة. نبتة واحدة؟ اللي هي القنب الهندي. صافي. واخا نمشي معاك بعيد، القنب الهندي كيف يتكاثر؟ كينوت. عرفنا كينوت، كي كيدير كينوت؟ حلو كا. شوف يا
هذا هو القنب الهندي. آه. جعفر شنو هذا؟ هذه خرشفة أستاذ. طيبي؟ آه. ما هذا؟ أنا جاني كشمندر. وسيم؟ بنانا. سكت أنت. سكت غنصيفط عليك الفم. مربي بزاف. هذا هو القنب الهندي. آه. قول يا وليدي. ما قريتيش كيف يتم جني القنب الهندي؟ لا فلتت لك. آه. ايوا انا نوري لولدي كيف يتم جني القنب الهندي. الى صبت الشتاء كنحشوه من هنا، كالجو معتدل من هنا. اها. اما لك الجفاف كنحيدوا ليه الورده كيكرم وكيجلس وكيجلس. قنب الهندي بقى لك القنب الهندي. جعفر غتجاوبو بلا ما توقف. النباتات كيف تتكاثر؟ قسما بالله ما نكذب عليك، واحد السيد كيسكن حدانا داير جوج سلوكه في الدار، عندو من التحت للفوق، تطلع معاهم اللوايه تتقاد دور 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 دور، تغمات ليهم دابا على السطح كامل، راه كيتغداو تما ما كايناش الشمس. بشح وشنو؟ وانا شنو مالي؟ انا جاي نقرا، انا ما عارفش في الجواب. اين الجواب؟ كتفلى عليا جعفر. هادشي اللي عطا الله مش وقف. جلس جلس، خليك جالس. هادشي اللي عطا الله. طيبي نوض اولدي، تفضل. عدربني هاك المشعل الطيبي. ولد البادية غيوريكم كيف تتكاثر النباتات، يا الكسالة يا المجمكين، كلكم غتسقطوا إلا الطيبي. وريهم أولدي. نرسم لهم نباتات. ارسم لهم نباتات. ديما كنقول لكم الطيبي واحد الإنسان اللي خاصكم تستافدوا من عنده، ولكن نتوما ما كتسمعوش. أنت وسيم تكلم أنت بزاف، ما كتعرفش النباتات كيفاش كيتكاثروا. أي جعفر ديما خلي الطيبي يراجع معاك، استافدوا. فالنباتات تتكاثر بطريقة عجيبة جدا، ماشي أي واحد يعرفها، كيعرفها ولد البادية فقط. فالطيبي خاصكم تعلموا منه، خاصكم تستافدوا معاه، لأنه تلميذ نجيب. كاينة بدر ولا ما كايناش؟ كاينة. الله يرضي عليك، برافو الطيبي، بارك الله عليك. شكرا. فكيف ما شفتوا فالطيبي الحمد لله وراكم كيف تتكاثر النباتات. اذا فغنشوفوا طيبي. اه شنو هي بقره والنباتات كليتهم؟ كلاتهم. بغي تحمقوني، بغي تشطيوني. ألا أشيد مات. أشخف أستاذ. ترس أستاذ. ميتريز sani sare sare ga magare sani sare sani sare sa sani sare sare ga magare sani sare sani sa gare sa pa pa da pa ma ma pa ma ga pa da pa ma pa ma ga 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 sani sare ni sa chalte hum safar mile to yun mile चलते हम सफर मिले तो यूं मिले आंखों की ए किस सब किस चीज को मोमती और एमसी मोमती सब कौन है मोमती इलाहिन
عندهم الشاروخان المغرب عندهم الشارومان صفقوا لي على كاجو ايوا باش احسن من الشاروخان باش عنده اللحيه هي اللحيه عنده الزين عندي الحمام عنده الشعر الشعر عنده الطول الشعر وزيدوا طوله في القلب انا ما تعطاتليش الفرصه واش فيما كانت شي كاميرا خفيه تعيطوا ليا حكا اجي خلي علينا رشيد الوالي سوق الطوموبيله بس بان الطوموبيله غدا بوحده جنانه كان ديما شاو الدراري ولكن راه ماشي ما تعطاتليش الفرصه لا تعطاتلي واحد السلسله لعبت فيها دور بطولي 30 حلقه وبيني بينكم ما طيح ليكمش على البال معاه نقول لكم ولا ما نقولش قول مع امال صقر اصمت فين كادري صروخ الحلقه الاولى كان عندنا مشهد رومانسي قال لي المخرج غادي تمشي انت من هنايا وهي غتجي من هنايا وداك الشيء اللي درت هي جايه وانا جاي عاودوا هي جايه وانا جاي هي جايه وانا جاي طريق طويله امل صقر هي جايه وانا جاي وصلنا نص الطريق يلاه نسد لها في يديها ويقول لي المخرج كوبي قلت له الشريف علاش قال لي هنا غادي تموت غايجي مول الكاميو غادي نضحك وانا انت غادي تسد معنا الكلاب وامل غادي تزوج بهذاك مول الكاميو اها فين انا خوتي مشيت شديت الكلاب 30 حلقه فين ما ندير اكسيون كنطير صبع فين ما ندير اكسيون كنطير صبع وصلت 27 حلقه وانا مشي عنده يالله ما خبيش عليك شي صبع هادشي اللي عطى الله وتما وانا شكرا تما وانا نبعد الافلام المغربيه والسينما طولوا معايا دابا انا كنت في فرنسا كرهنا انا وسط سرفر جزيره الكنز على ديك فرنسا شو غير العنوان ديالو كيفاش داير باتمان سبيدرمان جاكي شان حنا مصرفه غير ديور دار الطمانه دار الدار دار الوراثه كتحس بالمونتيج تاع شرون ومعاه البنايه شحال بيني بينكم شحال من مونتيج ولا طاشرون ماكم ما صفقتوش على طاشرون راه النهار يسيق لكم الخبر والله ما يقل عليكم انا عندي واحد رساله بغيت نوجهها للامال ولكن قبل ما نوجهها للامال ما كتلاحظوش واحد العنوان سميتو سرب الحمام ما جيت تفرج في سرب الحمام وتلقى فيه ما بان ليا تفرخ 30 حلقه ما كاين غير رشيد الوالي رشيد الوالي رشيد الوالي وشويه ديال نور الدين بكر غادي نرجعوا للامال فين هي الكاميرا كاينه هنايا امال عندي لك ميساج عمري ما ننسى ديك القصيده اللي جمعتنا انا وياك وداك مول الكاميو راني قيت الماتريكول ديالو وادري صروخ انا غادي وعدك تبعني في ليله حديوي ميرسي ربي ولاد الحرام مالك راسي اشنو كرشي مالها فخدي ناري تسطاخ اش كاين عقلي مالو غيطرطق وردت اللي غطير لي العقل بغى يقتلوني ولاد الحرام قول لي اشنو طالك بغى يصفيو لي هذيك 16 واحد اللي عندي 16 17 17 18 ويلي تفور ما طفق الذاكرة مهمتي مخي قول لي شنو سميتك سميتي كتبدا
كتبدا بالعاق. عدول. عدوي. عنطق. عماد. هي. الحمد لله الحمد لله هي الحمد هي. لله. الحمد لله. شحال في عمرك؟ عمري. عدوي. عنطق. عتكلم. 30. هي. هي الحمد لله. لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شنو البرج ديالك؟ عوا. سطيتي ولا مالك؟ كاين شي برج سميتو عوا؟ كاين الحمار والدحش والبقرة والأسد. قال لك عوا، بغيت اترك لك ان شاء الله. اش قدرتي فيا؟ وراك انت ما كتعاودش ليا مزيان، عاود ليا مزيان ما نضرش فيك. وانا بغيت نضحك معاك، راني مديخ. وكمل. وانا نعاود لك. عاود. دخلتي للو؟ بغيت نقريهم. ايه. وانا نبدا لهم بالدرس ديال التوالد. يس. عند النباتات. غزاو فك. شنو هو؟ كمل كمل. تما لالا؟ في ديك اللحظة؟ هو يوقف طيبي. شناهي هادي؟ شي سبانش. جمع ريوقك ما تسبينينيش. بغينا نديرو لك تشويق. غتعاود ليا هي هاديك مقودة. هي هاديك ما تعاودش ليا مقودة غنزيد في حالي. اجي 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 كنضحك معاك. بغيتي المعقول؟ معقول. وقف طيبي. طيبي؟ جار بقرتو. بقرتو؟ كلات الدالية ديال جعفر. جعفر؟ دازت البنان ديال وسيم. وسيم؟ دازت القنب الهندي ديال بدر. بدر؟ تبوقت. تبوقت؟ نطحتني من تما وانا كنشوف الظلام تشتكتي. وانت تشوف النور. مرة مرة كتفاجئني العفريت. وحلت لك. دازت دازت. ايوا اسمح ليا، تاتا كتبغي تطلع راسك الدم وكاك، يقراو للهلا يقريهم. انا منك ندير رجل فوق رجل، ندير لي زيات في ودني، وما كاين غير ديسباسيتو. كانك فيك نقريك. وا ناوال، كيتحابيني بحالك؟ انا راه ماشي بحالك، وماشي بحالهم. انا هذا ضيضي. انا بالعكس، بغيتهم يقراو، بغيتهم تاهم يكون عندهم مستقبل. ينقضوا راسهم، ينقضوا والديهم، يديروا شي حاجه يفيدوا بها المجتمع ديالهم. والله يلعن تصيلتك نوال. امتى التران ديال مراكش؟ باغي تسافر. بغيت نتلقى ليه. لا خفتي عليا نوال؟ خايفه على التران يدير روطار. حامضه حامضه، واخا هكاك خفتي عليا. نوال. عماد، واش اخبارك انت في معادله فارغه في حياتي؟ عامره. وفي اخبارك باللي انت هو الضمير المستتر تقديره قلبي؟ نهار ندير الصرف والتحويل ما يخصك معايا حتى حرف. وامتى غنملؤوا الفراغ؟ نهار جمعنا الورقه المزدوجه. هو يجيب شي فرد منزلي. يا ربي. هاي 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 هاي. دخل لي النهار. احسن دور ما كتحشموش. يمكن لكم تشرحوا لي ما هو محلكم من الاعراب؟ اش هاد الشكل شبه منحرف؟ اش هاد القائمه الزاويه اللي انتم جالسين فيها؟ ما بقات لا تربيه اسلاميه لا تربيه وطنيه، دخلتوا ديريكت العلوم التطبيقيه. دابا دخلوا التلامذه وشافوكم في هاد المترابطات اللي كترابطوا فيها،
اش غنقولوا لهم؟ نعاودوا لهم نشرحوا لهم الاول، نجيبوا لهم اساتذه جديدين نشرحوا لهم. بغيت يوليو عندنا بزاف د الادوات صغيره، ولكن سعاده المدير ما كاينش، ولكن ولا اخواتها ولا عمتها ولا جدتها ولا تصل تما، هذا الشيء ما كيديرش عندينا. وفين؟ في الاداره عندي. في القسم ديال المعلمين ديال الاساتذه. وصلك استاذه مصرفي لبيتك. قسمك سيري. وتي سيري سيري. كيبان لكم شي استاذ باقي مزوج كتبغيو تلصقوا فيه؟ اسيري راه لمن حنا يلا غندوزو هادشي، حنا يلا غنتاهرو مضروب. زعما جيتي بغيتي تحني فيا؟ اش هي؟ راه فايت نقصت من كاتريام ايطاج انا وطرت او نوحلو. شو بني الزلزال بولكان الله الا كان ضحكوش. هادو السي عماد، انت زعما اللي كنفتخر بيك قدام الوزاره، كترفع عليا راسي قدامهم كنقول لهم السي عماد استاذ متالق استاذ رائع، دليل على انه سبع سنين والتلاميذ عمرهم ما تفرقوا معك. هذا شيء جميل، هذا انجاز. يمكن لك تقول لي اش هاد المعادله شبه منحرف اللي حتى راسكم فيها؟ سيد المدير. فهمتينا غلط سيد المدير. يمكن لك تشرح ليا شتي هاد المعادله اللي شتي فيها انا نوال؟ معادله فاز نوتر غير قابله للاكساده والاشتعال والالتحام. فهمتي شي حاجه؟ لا. هادشي اللي عطينا في المقرر. هذاك المقر قال عليك، هذاك المقر قال عليك، انا اللي كنقرقر هنا، انا هو صاحب اكبر تقرقيره. القرقيره مع القرقره ونتقرقروا مع القرقره الله يقرقنا. ياك ما تصحابوش هادشي كنديروا على قبلي؟ كنديروا من اجلكم وفي سبيلكم، على قبلكم، من اجل مستقبلكم، من اجل غد افضل. نحن لازلنا ساهرون، كنبقاو سهرانين الليل وانتم ناعسين، كنفكروا فيكم، كنفكروا غدا ديالكم، كيفاش تخرجوا، كيفاش تلبسوا، كيفاش تكونوا رجال الغد، تستمروا بعلاقتكم، بثقافتكم، بمدنكم. الكابتن ماجد عاد من جديد، يمرر ويساند، حاسم التشديد، عاد إليكم من جديد، لن أستسلم أبداً، سأخلص الحلبة من كل الشرور، عاد إليكم من جديد، من جديد، من جديد. فهمتي شي حاجة؟ بالعمى هذا الشيء اللي عطونا في الانتخابات. أستاذ قسماً بالله تنصوت عليك. بارك الله فيك. أنا وخويا ومراته. يا سلام. من دار لدار. دوز لدار تعشى أنت ومالين الدار. هذه هي مدرسة طيور جهنم. نتألق من أجل تفريغ مجموعة المحتويات، من أجل ثقافتنا، أننا نخرجه، نزيده، نحطه، نفعله، نتركه، نسهره من أجل غد أفضل. جعفر تنين دي المؤسسة، سبع سنين هو معايا ولدي. نعم ولدي جعفر. المؤسسة كتعاني من مشكل. اللي هو؟ اجتمعنا أنا والتلاميذ ولقينا بأن هذا المشكل خصو حل. أعطيني المشكل نعطيك الحل. المشكل اللي اجتمعنا عليه انا والتلاميذ ولقينا بان المدير هو اللي خصو يعطينا الحل. انا معك وين ما عطيني الحل. ما هو لا قول لي نعطيك الحل. فين هو المشكل؟ ما هو لا يعقل ان التلاميذ ديال المؤسسات الاخرين ما تيعانيوش من المشكل اللي تنعانيو منه حنا. علاش زعما حنا ما شنو هو؟ ما عرفتش المشكل ديال اش. عطينا الحل. جعفر اعطيني مشكل نعطيك الحل. شكون هذاك؟ ما كاينش مشكل. نعرف الله يوعليك. قلت لي اعطيني حل نعطيك مشكل. بقاو تلعبوا على هيا خصنا حلول، فبالتالي ما كاينش حل، ما كاينش مشكل. طيبي اطيب خلق الله. نعم ولدي. استاذ انا جاي باغي نسولك واحد السؤال مهم وامشي في حالاتي. هادشي اللي كيعجبني. تفضل سي طيبي. كي داير؟ بخير بارك الله فيك. هادشي اللي بغينا الحمد لله. ثلاثين عام وانا كنقري في المدرسه، نتقرد من هوك من هوك. اش داكشي يا وسيم؟ علاش؟ اش داكشي؟ إليا كيلكان؟ اش
داك الشيء وسيم بيرو ديالك استاذ فين كاين؟ كاين الفوق. انا غنمشي نتخبى فيه. علاش؟ مشكل خطير. اش كاين؟ كبير. اش كاين؟ لاعبين قشقاش. اين حللك؟ الله يمسخك قلبي. الله يسخم عليكم الدراري. مدير قد دباكم بغيتو تفرفرو شكون يبقى يسقطنا حنا في هذه المدرسه؟ قلبي الصغير اسمح لينا ولدي بدر. شات التلاميذ غنقيدهم كاملين غدا في الغياب واخا يجي. الله يرضي عليك ولدي بدر. الله يصبرك. انا ديما كنقول لكم عدي الحل ما كتعطيونيش فرشه. فرشه؟ خذ فرشه ديالك ولدي. انا كل اذن صاغيه لك تفضل. دابا في السوقين مانعين على الشيفور التليفون. اييه ما مانعينش عليه الكارو. قول لي علاش. علاش؟ باش تكونسونطرا مع السوقين فهمتي؟ مازال ما فهمت. شي حنا بحالنا بحال الشيفور حتى حنا خاصنا تكونسونطراو في القسم. نخليو لكم التليفونات. لا خليونا نتكيفوا. فين؟ في القسم. ياك ولد العبد؟ لا حبيت ديروا ميكا اقتصاديه فهمتي؟ قونفلي قونفلي لا دوز لينا الاقتصاد الوزاره. وهز الهمته الوزاره. ضروري تبارك الله على ولد البدر. الله يحفظك. جميل. الله يعزك. هادشي باش كيعجبني انا ولدي بدر. الله يحفظك. فرصه خاص تاخذ شحال هذا؟ اش غدير؟ وهي من الفرصه ولا بد نعطيو فرص. ديما كندوي. مزيان ولد بدر. ديما عطيونا الفراش. قول لي يا بدر. وي خويا. هاد التيشيرت اللي كتلبس ديما ما فيهش زواق علاش؟ ترى لا سامبليسيتي سي لا بوتيز اصاحبي. لا بوتيز. انا عندي لك شي تيشيرتات فيهم شي زواقه. ويلي زواقه منهن. منهن ياك. اجي معايا للبيرو. واخا ما كنلبسهمش في خاطرك غنلبسهم. زيد ولد بدر الله يرضي عليك. ابراهيم عليك. زيد بيلي. زيد ولد بدر. هانيا. زيد ولد بدر. اي حقا والواد قال لك حقا كيفو فين هما دوك ثلاثة أخرين؟ أنا جي لوالدي والكلب أنا معاكم. جي 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 شد 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 أجي لوالديك سنة. شد 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 يا مساو ناس الرباط شو الموسيقى كي دايره صايمه حتى هي. عاود وحده اخرى سير اخويا عاود عاود شوف واش تفيق ثاني صايمه كي دايرين لاباس عليكم بعدا سير الله. انا جاي اليوم نعاود لكم على واحد الطبقه واحد الكاتيجوري ديال الزمان وكاتيجوري ديال دابا على الناس ديال الزمان وعلى الناس ديال دابا. دابا حنا الحمد لله راه زوينين وظريفين عندكم ما كاين لا حجر لا مطيشه لا شي حاجه. حنت بكري ما كانش الكذوب ودابا كاين الكذوب الحمد لله وحنا بروفيسيونيل ديال الكذوب. عرفتي ملي كنتبعوا الدريه في الشارع راه اللهم صل عليك يا رسول الله ماشي بحال زمان. زمان ولله الحمد كان الزواج بالنيه كانت الامور بخير ما كاين لا نقال لا والو. رقيه بغات عبد القادر داك الشيء ساتيليت كتلقاه في الدوار وفي الدوار كيقول رقيه 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 الصدى ديال الجبال. النهار العرس كيقول هذا الجمهور منين جا راجع من السوق عامل داك الشيء داك الشيء الاخبار وصلات دروك الحمد لله الامور سهلات. ولا دابا داك المشقوف كتجبدو من جيبك كتدخل داك الفيسبوك والنايسبوك والنايطبوك وداك الشيء. دابا الحمد لله الناس مع الصاله ناضلين الدينار هنا حنا ناضلين هنا نار كله حنا نغزو نار كله نار
كله حنا نغزو نغز 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 والواعره الواعره 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 جتام ناري 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 كيسبقوا ديك جتاميه الاولى زعما راه زعما شي انجاز وانا نهار بغيت نتزوج راه ما نكذبش عليكم راه بيني وبينكم رانا كنت من اكبر الكذابه انا تبعت المراه عندي سبع شهور نزعت عليها كاع الكذوب ديال الدنيا قلت لها شوفي انا راه بخير انا هادي انا بصاروخ مي قنبوله جدي صدام صدام ولد خالتي داكشي كاع اللي عطا الله قلت لها شديتها عبزز شديتها الحمد لله شنقت عليها قلت لها لي دار كاغط تزوجنا باق كان هنا عندي واحد ثلاثه صحابي مسطين بغا يديروا تما يتزوج داك الزواج ديالي انا ناضوا تزوجوا هما تما مسطين تما كثار مني هما ثلاثه رجاله وثلاث العيالات واحد نجار واحد خضار واحد كيبيع الورد وكلهم مسطين حتى واحد ما عاد بو غرام ديال العقل داك مول الورد سكنوا كلهم بارطمون وحده في موبل واحد بريمير ايطاج دوزيام تروازيام بريمير ايطاج كاين مول الورد مول الورد واحد النهار كان بغى زعما يدير داك التسطيه ديالو داك العياقه ويقول اش غندير ماش غندير راه كتب شي رساله غراميه باش مرتي تولي تبغيني ويكتب لها وردتي الجميله يا ياسمينه يا قرنفل عمري بنفسج حياتي كاع داك الورد اللي عنده في المحل كتبوا لها في ديك الرساله قرات الرساله الدوزيام ايطاج عند صاحبتها فاطمه شوفي ولد الحرام اش كتب ليا قرات الرساله دخلت على راسها ايه سي محمد اش بغيتي كاين باس كتب ليا رساله غراميه بحال قال هذاك راه عنده الورد الياسمين انا شنو انا خدار راه عندها جلبانه ولفت وخيزو القرعه اش بغيتي عندي قالت لي كتب ليا رساله غراميه ما سوقيش الخدار ويكتب لها احسن رساله في العالم قرعتي الجميله يا فقوسه حياتي يا سنا الفول يا ودنين الشيفرون يا زغب الكبال يا نيف الدنجال ان حياتي معك تشلدت وتبوكرت وايامي معك تلفتت وتقزبرت يا قوقه مسلقوقه ويا جلبانه مسلوقه يا كرفس قلبي ويا سودان يا تاع عمري زد الرساله بدك فرحه شو طوازيام ايطاج عاد صاحبتها راجل النجار نزار قرا الرسائل بحال قال لي مسطي هذاك مول الورد راه مسطي وداك الخدار راه مسطي حنا راه متزوجين بعقلنا قالت لي شوف داك العقل سير ديه لامك كتب لي رساله غراميه نزار ويكتب لها احسن رساله راه يعاود لي واحد الزيزون الله يسمح لي راه وقيله دخلت الكينيز مادريتي الانيقه الطويله العريضه يا طرنفيس عقلي ويا منشار عنقي ويا مسمارا مدقوقا في قلبي إن حياتي معك نجرت وملست فأصبحت مشتتا فجمعتيني بالفيسات كالطاولة يا كولة حياتي ويا لصقة مماتي الدراري قاضية حامضة كلا الكاميرا أنا قبيلة كنت كنعاود لكم على كيفاش كنكذب على مرتي راه قفرتها في الصالحة الكاميرا كاينة بيني وبينكم المرأة عندي راه كاينة هنا اسمعي المدام الله العظيم راه ماشي كنت كنكذب عليك انتي راه كنت كنكذب على باك باش يعطيك ليا شكرا الو وصافي تاتي واش تي مسمكه صافي راه صدرتو ويلي نيول واش انا نفرط فيك ترى المدير هذاك راه هبيل صافي صافي يلا تستريح ونتلاقى شكون كاين اللي حجب لهنا هاد الامتحان كتعجبني ابشوي عليكم لا داخلين الفندق شوي عليكم شو تعطي لها الشرفه كنا كنفطروا شنو كنا تنراجعوا تراجعوا اه مزيان فين في المحلابه المكتبه ماشي مزيان ياك وجدتوا مزيان الامتحان نبغي الامتحان ان شاء الله كل شيء تكون سونطره مع ورقته وكي داير اخويتي لاباس صافا الحمد لله احنا كن هدى لاباس عليك بخير والله يا اختي لارتاحين لك ربي يخليك مزيان انت الحمد لله
درتي الزيف والله لا نقل شي واحد دير بي انا كل واحد يتكونسونطر على ورقته نبغيكم ان شاء الله تجاوبوا بتألق نعم وبعزيمة شد صافي واحد صحح بيه واحد جاوب بيه كل شي يشوف قدامه ما نبغيش شي واحد يشوف جنابه ساد ما يمكنش نشوف قدامي انا خاصني نشوف جنابي علاش المخزن شنو هو اخا تحكي الساد واش تفين في زنقه لا تكونسونطر على الورقه ديالك عندكم نص ساعه غنجمع الوراق وي 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 تيجي سمعت اللي قال لك نص ساعه انا نص ساعه مكدقني حتى في بيت لودو وي دي اش قلتي هذاك المسمك قلت لك نص ساعه بزاف كنتي ديرات ولا ساعه ولا قشمين ولا شي ما نبغيش نسمع حس ديال شي من طيح هلا تكونسونطراو جعفر واش جعفر جعفر شنو اش دايروا البيزنطيين مع الاندلس والمعركه خرجوا تعادل هذا قالب زوين ولا لقيت فكا جعفر شوف الحرب العالميه الثانيه عضرب على هتلر ليش خرج بحمراء ودابا انا وياك اللي تعادل وسيم 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 شوفتي على كل شيء كل شيء تكتب سميتي كل سميتي تكتب سميتي كل سميتي لا ما تكتبيش وانا نديك معايا البيار لا ونخليك تجلس في بلاصه جعفر صح قولي حلف جعفر حلف لي والله ما بسيتش بعدتي مني تنقسمك كتبها لك بالفرنسي ولا بالعربيه راه نكتبها لراسي شد ما سمعش حس شي واحد مجيان تبارك الله دار امتحان خدمه ما بقاش الوقت بزاف كي داير الطيبي لاباس كي غادي مع الامتحان والله الا مزفت والحمد لله كاين لا كاين صاد شويه لا او مصيبه كحله ديال الشمس وليش دير الطاقيه اه الطاقيه ليش وقشره كثير هاد ها وكندير شابون ديال الدرك ليش ديال الدرك مزيان ديتيها علوم فلسفه لا قشره خيبات انا نوريك واحد الطبيب تمشي عنده ديال القشره سميتو ناقص 20 مزيان راه دقه بطله صافي ماشي 30 عام تقولبني اش محلينا داف ورقتك داف ورقتك جعفر كي داير لاباس كي غادي مع الامتحان عجينا عجينا قالوا لي عندك مع الغناء كان بغي داكشي بصح والله نود نود دير لنا شي طريح
خليني أستاذ. جعفر بغيت الغنى شهيت وانا مريض راسي درني اشوف دي لي هذيك ديال عبد المغيت صافي خليك تم خليك في السك فايت هنا دير سك فايت دير سك فايت سك بايك سكاي 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 عجبتني السك بايك سك بايك سك بايك جلس يا جعفر جلس عندك مشكل في الرجل اليمنيه جلس نوريك واحد الطبيب ديال المفاصيل راه جاف ناقص 30 سير لي راه غير يقلك مازال ما تجاش لي يديرها بيا خدمو مزيان بوز مزيان ما كنسمعكش مزيان بوز السؤال الثالث ما باقي لي السؤال الرابع بوز مزيان ما كنسمعكش لا ما كنسمعكش مزيان زيد عود والله ما كنسمعك ودابا كتسمعني دابا دابا مزيان اش من سؤال باقي لك السؤال الرابع سربي دغيا الرابع واش دير سنو حيد لي زياد حيد لي زياد لا حيدهم باش نعطيك السؤال الرابع ما أرى فين؟ أنا هنا والله إلا التلاميذ هادو لا مقرقبين صافي واش ملي كتشوفوا الأستاذ كتشوفوا زعما مكالمي كتقولوا ما فاهمش ورا النقلة في الماء كتنجبدها مزيان بلاتي عين وين نعاونك نعاونك شيت 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 بلاتي حبس باش نقيد السؤال 10 شي باقي نقلو ديروا جعفر مات في 2016 ديال الكفار رشيد بارسا اكس ولا دوس جاي اكس جاي واحد دقيقة أنا جاي كمل كمل هاش والله لنجح واحد بالله دراري لأول مرة امتحان غتعطى النقطة حصرية بغيت نعطيكم زيرو وما بقاش عندكم في الصولد شنو نقص لكم مناش من الصالير ديالي هاشا شنو ناقص 700 واصلين انتهى الامتحان ايه الله يجعل البركة على السلامه غتمشيو امشي مره زورونا الدراري صافي لا تلعب الله يحفظك الله يعاونكم الله اجلس اجينا اجلس في غادي شالينا شاليتي ساليتي الامتحان ماشي الحصة عمرني ماشي تلاميذ بحالكم بغيت تسطيوني باقي الدرس ديال التاريخ مني كنسمعو التاريخ كنسمعو تاريخ شكون فيكم يقدر يقول لي شنو كيعرف على التاريخ شاد طيبي تاريخ وجو مادا الاول شوبه الثاني شا ديسمبر جبتمبر زمر كل شيء هذا هو التاريخ رمضان هذا هو التاريخ شي اللي عندنا في المقرر
شي عندكم في مقرر؟ طيبي ما كنبغيش نسرفقك، خفت نضربك يجي باك يدوك الفالا يقسمني. التاريخ هو الماضي البعيد والقريب ديالك، ديال التاريخ ديالنا، ديال بلادنا، ديال الاستوار ديالنا، ديال جدك وجد جد جد تصيل جد جد جدك. اجي هادي ماشي معيوره. انا بعداك وقالها لي نهز السبوره ونخرج. انا منك نقسمو من الربع. سنه والله كل منك نقمصو. استاذ شنو هو؟ استاذ شنو؟ كاين اللي كاين الشهده؟ كون حليتي شراجم تغرباو شويه، بغات تري المشكل ماشي؟ لا لا بقيت في كطاوله بليتي. اليوم درس ديال التاريخ ديال اليوم عندي لكم واحد القصه اسطوريه قديمه جدا، قصه ديال عاشقين. القصه ديالهم فاتت قصه روميو وجولييت، فاتت قصه قيس وليلى. انه بطل خارق كان يا مكان في قديم الزمان، بطل اسمه هرقل. انا لو لمحت هينا ونو عايشها وبيحلو لازم يخاف من العون. وكانت عشيقته وحبيبته فتاة جميلة شابة يانعة اسمها فلة. بلاش بلاش درتي للتعرض بيت علي وعندما التقى العشيقين بدأت قصة عشقهما. هرقل هي فلة هي حيد عليا انت ماشي راجل. لا هو بربي تنخسر معاك. البارح مسافق لك ميساج وما مجاوبنيش. تسمى الميساج الى نمرة في حمامة مسك ما ديما او قاس عندي ولات عندي نمرة كريكر. ياه قاس النمرة الجديدة. شوية الكونيكسيو راك عارفة السناب والحياة هادي. شاخ على هرقل هرقل هي فلة هي كان هنا هو كوتي كابيكم ولا إني كوتشي كوتشي هدا هي رمزاني ويلاش ماي نيم إز خان دلتو باقال هي كوبي دادا هي دلتو باقال هي كوبي دادا هي. وبينما هم في رومانسية وحب وعطاء فجأة ضرب الرعد وضرب البرق وهطلت الأمطار. وزادت هطلت الأمطار ثم هطلت أكثر فأكثر. سير بحال سير جلس فزقتي الفيلم. فدخل الحاج المختار. بنتي ما كاين لا بابا كاين لا جدا كاين. درتي الدراري وبلا ما فراسي. شنو هو؟ عامل تا ولا وزير معايا. اي 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 دراري ما عجبكش هذا الراجل هذا؟ يدي يدي هذيك راه بنتي بنتي يا الحمار. اش داك اللي هي مسخوط الوالدين؟ صلاة شتك ليه؟ وين على الراجل؟ ميو ميو صافي طوال وتنسى. أبغيت ندافع عليك. أها ترى راه جاني باك راه هرقل ترى السبعة تنطوي على جوج بلي يلا حيدك. ارجع 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 وفين هي الرجلة؟ ها؟ تخبيتي ولا المرا؟ هادي هادي على الراجل هادي قعدت في الغوط والطاولة هادي وبين لي أنا كنتي راجل قعدت في الهضرة بلاتي تسنى
بيلي اجي فيلك تخبيت تدعي على الرجول بلاتي. دورنا لا لا خليك ميت ميت بنتك وارع الدريه ديالك الله يمديها ديالك الله يمديها كفا هي بابا هي انت الكبده حرقي ليه انت البضاده هي واللي ربح فيكم ولي غديني وهنا انتهت حصة اليوم. صافي حتى الحصة الجاية نكملوا. أنا راه مخلص تيكي باغي نتفرجها. كيفاش ما؟ أنت خليتيهم حتى للأكشن وبغيتي تحبس أستاذ. أستاذ أنا القلية ديالي باقي كاع ما ساليتهاش. واه شريف وأنت تحب كابتن ماجي يشد ديك الحلقة الجاية تطلق لينا الجمر خلينا نتفرجوا في الدم. عاد زبقت لي ديك الزمار اسمح لي طلق لينا هاد الدراري زوينين تفرجوا فيهم خليو حتى الحصه الجايه لا 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 ضروري اليوم باغي نتفرجوا ايه مخلصين الله يمسحكم وفي تلك اللحظة من المعركة بدأت الحرب. أهلا وأهلا كيداير؟ الله يعلمك. صافي الدرية ديالي. شوف اللهم أنت وأني معمر العين. الله يحفظك. دوز نشربوا بريداتي في الدار. على حسابك. على حسابي. جاي على حسابي. مرحبا بك زيد نسيت. كلي عاوك كلي ديالي. راك نسيبي تبارك الله زيد. راك تسلف العباد الله وديما. عافك يا وليدي زيد. صافي على حسابك. زيد الدرية ديالي. تبارك الله. ياي. صافي استفدتو شويه انتهى درس التاريخ ندوزو لحاجه اخرى اسد ها سال الدرس لا سال الدرس ودخلنا ها كيفاش ختنا نضحك اسد راه كيفاش ختنا دير راسك ما سمعتي والو سد 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 اشنو انت معايا ما سمعتكش انت معايا اسد شكون هاد ديرها سكوت ساب مرت سماعي راك تفرج باقي باغي دير لا استاذك كنضحك الله يعز الحكام شاد دابا واش سال الفيلم سال وادي شنو كتسنى الخلاص ولا اش كدير ما فهمتش شنو المشكل ديالك انت لا راه حيتاش عندنا الافلام عندنا كيعطلوا الخلاص على الفنانين قلت واقيلا كتسنى الباترون ولا شي حاجه دخلت سوق راسك دخلت سوق راسك عندك شي حاجه باغي تقولها جافا انا جاي نقرا الله يسهل الامور هذا الاخوان يا الكسالى اللي ما كيفهموش هادي كتسمى الجينيريك ديما حنا عندنا الجينيريك زوين والفيلم مكفس فهمتوها جينيريك ممكن تفضلي شكرا بزاف على الحضور ديالك لا شكرا على واجب لا يخطيك باي 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 والان غندوزو للدرس ديال القنص اوي ضرب جرس يكون
الجينيريك كلوه اويلي. رمضان كريم، يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وطولة العمر، وتحية لكم جمهور ديال الرباط. السلام عليكم. صافا كلشي مزيان بخير مرتاحين؟ السلام عليكم. صافا خير؟ عندك شوية مع فرنسية؟ موجود الخير تبارك الله عليك. السلام عليكم. شوية الإنجليزية عندك مع شوية؟ ها؟ ماشي إنجليزية الدرية، اللغة. تنهضر واش عندك؟ شويه شينويه صافا تبارك الله. حنا المغاربه كنهضروا بزاف ديال اللغات، كتلقى واحد ما عندو ما يدير تيجي وتيقول لك اوروبا واعرين علينا عندهم الصرف، الشينوا واعرين علينا عندهم الصناعات، ولكن حنا المغاربه راه واعرين عليهم بالهضره. شو دابا شينوي الا شي المغرب تقول ليه السلام عليكم غيجاوبك، غيقول لك وعليكم السلام، تقول ليه فين العود بلونطي ليه الكارت مهير، خاصك دير ضرب غلفت فلاشي باش يولي يقرا كاع السيديات. فين العود؟ شو دابا فرنسا؟ فرنسا بلاد الشونزيليزي والشوكولات والثقافه وما عرفت شنو، عندهم جوغو كارت. انا كنشوف صافي سكوت حتى كلمه صافي ما تزيد والو، انا كنشوف جوغو كارت صافي. حنا لا، بلاد الخير وعندنا الخير حتى في الهضره. كاين انا كنشوف حاضي جري معاه ورقتو، دابا الا بغيتي تترجم شي واحد ورقتو بالفرنسي اش غتقول ليه؟ جي لوي بابي. وبعض المرات ما كيبقاش عندهم نفس المعنى، ما كيبقاش دابا انا كنشوف كتعني هي حاضر، لا لا بحال دابا داك النهار واقف انا كنتسنى الطرام ويتسرع عيني في واحد الدريه، صراحه ما كاين لا اولى لك لا ثانيه عليك، عيني يسرحوا وجات عندي وتقول لي يا خويا مالك حاضينك؟ راه ما حدك حاضينك وربي عطيني. قلت لها اختي والله ما حاضيك كنشوفك، وتقول لي وبنتي ليا بحال جري معايا. جري معاك نزهب دوانتي، دابا راه جري معايا واخا كتعني بالفرونسي يلكو غافيك موا، ولكن حنا كنحاربوا الاستعمار الفرنسي، جري معايا هي جوغا صفا. عندي واحد صاحبي عاود لي التاريخ ديال اللغه ديالنا الدارجه منين جات، قال لي كان واحد الراجل كبير وكبير والله ولابس واحد الكومبلي وهز واحد الباليزه فيها اللغات، مشى لفرنسا حل داك الباليزه عطاهم فرنساويه، زاد شويه الالمان حل الباليزه عطاهم الالمانيه، مشى الامريكان عطاهم امريكانيه، الشين عطاهم الشينويه، بقى كيدور العالم كامل. جا المغرب حط الباليزه ديالو حلها ما لقى فيها والو، ويشوف المغاربه ويقول لهم خربقوا خربقوا تنجي. قال لهم فقاوش خربقوا. وهاد صاحبي هذا اللي تنعاود لكم عليه، اللي عاود لي هاد القصه، الدكتوره في الدارجه القحه افيك لو فرونسي دو لامبروفيزاسيون، الا بغى يقول لك كورن فليكس يقول لك كون فلك بك دس كيلحنها، الا بغى يقول لك في تيقول لك في، الا بغى يقول لك دبل في كيقول لك فف. عرفتي داك النوع اللي تيشري لي زيكوتور كيديرهم في التليفون، وفاش تيبغي يصيفط ميساج واتساب تصيفط ميساج فوكال في الواتساب كيمشي للجهه الخلفيه ديال التليفون، وراه ناسي باللي راه كاين مكبر الصوت حدا نيفو، ولكن هو راه ما عندوش مع الدوران. حيت داك النهار واقف انا وياه في الدرب دايزه واحد الدريه الله يعمرها دار، واقف انا وياه بحال هكا كنشوف فيه ويقول لي ناري 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 ناري. هاد ناري ناري سي دي سينيال الدالار ماروكان، كاين ناري ناري يخ يخ ويك ويك عباد الله شد شد، هذا شي واحد شالي التليفون كيبان بحال غيدير موال، شد 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 شد. واقف انا وياه ويقول لي ناري ناري ناري، قلت لي مالك؟ ويقول لي شوف اللي موراك وبلا ما تدور. شنو ندير سيلفي؟ ترى بحال قال لك صلي وبلا ما توضى. كيف زعما؟ يلا بغيت ندور فحالك. ويقول لي وانت مالك صاحبي عندك الدوره مودي زافير، ورا انت اللي عندك الفرونسي مودي زافير.
قال لي واحد النهار جا عندي وقال لي شوف اخويا محمد انت كدير هادشي ديال السكيتشات راه كيبغي داكشي الريبيتاج صافي دير لا ريبيتيسيون. قلت ليه راه ضروري من ريبيتاج. قال لي شوف راه خصك ضروري تبقى تاخذ النويطات مع البنادم زعما الا بغيتي تلعب شي حاجه ولا بغيتي تقول شي حاجه ضروري تاخذ مع البنادم. قلت ليه سير سير قول لي شي نويطه. ويقول لي والله تنقول لك نويطه. قال لي قبيله كتدخل الدار الوالده كتصلي التراويح ما دخلتش حقكم قول للوالده السلام عليكم الوالده كتصلي ويدي ليا قال لي زعما راه قالت لي عليكم السلام. قلت لي ايه زيد ومن بعد قال لي وانا نقول لها الوالده الله يحفظك واحد السروال ديالي الزرق راه باغي نخرج مع المقاطعه ديالي الله يحفظك فين كاين. قال لي ويدي دير ليا زعما في الماريو في بلاكار الفوق. قال لي مشيت تنقلب ماريو بلاكار الفوق وداك الشيء. قال لي رجعت هاد الوالده قلت لها الوالده راه ما لقيتوش فين كاين. قال لي وي الوالد قال صلور ويقول لها اودي اودي على الصلاه اودي. قلت لي ايه واش دارت ام قطعه الصلاه. وقال لي واش قطعت الوالد. قلت لي انت اش دارت. قال لي راهتي مع قال لي الوالده اودي اودي على الصلاه اودي ويدير لي ايوا. قلت لي اخويا تبارك الله على هاد النويطه اللي عطيتيني وتحيه لجميع الامهات اللي كيصليو وكيصفقوا على راسهم. ميرسي. وسيمة كيليميني زينو لطاي وتوزة مكينة الحلم ديالها تولي ليلى الحديوي. الطيبية حرشة ما زيش عليها الفرماج الحلم ديالها يصدق ليها البغرير متقب بلدية. اوه كوكو كوكو حيدي ليا كنتي غتقتليني البارح مالكي. اوف عطيني ديك البواطه ديال الزبده لقاتني في المعده. تسمى البواطه اللي عطيتيني البارح ديال الزبده هذيك راه ديال الماكياج كيديروا ليها الوجه. وقول البارح بايت نكشكش ولكن الحلو دا غي داز. جعفرية كلات دردك باش تغلاض وهي الطوال الحلم ديالها تتمشى بسرعة. بدرية مشرملة خاسرة ما كتفهمش كتمشي للحمام ماشي باش تنقى ولكن باش تضارب بسطولة الحلم ديالها يبسبس عليها شي واحد. يا اختي صافا الدريات صافا صافا هدى وقف. وسيمة اختي راني قلت لك وقف وراني واقفة. سمحي لي جلوس. غنبداو الحصة ديال اليوم مع مادة التربية الأسرية. ملي كنقول لكم التربية الأسرية كنقول الأسرة وملي كنقول الأسرة كيتبادر في الذهن ديالنا واحد السؤال اللي هو ما هي أهم العوامل التي تساعد على نجاح الأسرة؟ شادة 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 طيبية البغرير. أه؟ البغرير كيفاش؟ دابا شتي صحيتي الا مشات صدق لك البغرير صدق لك الاسره وصدق لك الراجل وصدق لك حتى الفلالس. سبحان الله. اه مشي صحيتي كما صدق ليها الراجل. اه حيت ما صدقش ليها البغرير. لا صدق ليها المسطر. طيبيه زيري الصمت شويه. جعفريه جعفريه ايهو اش بغيتي؟
عيت نسولك وما ديرهاش مني قله الصواب. سولي. ما هي العوامل التي تساعد على نجاح الاسره؟ نجحات الاسره. نجحات تبقاي تابعايا المحساده للقرطيطه. كيفاش؟ كيفاش كيفاش؟ انت يا محساده تابعاها صافي نجحات الاسره ميكي عليها. دابا الاسره نجحات. نجحات. حنا نضربوها بالعين ياك. اييه. غنقوسوا عليها حنا قواسه. الاسره نجحات. اه. وانت يا جعفريه غتسقطي. ويلي بلا شعلك شافنا ربي ملوكم شافني العبد بحناكم. بدريه. اختي. ناري العفريته راك شاعله. ورخ صافا. بخير الحمد لله. قولي لي جاك اللوك خطير اش درتي؟ خلط ديس مع الويت. صراحة بغيت ندير بحالك وخفت طرا عليا شي قنبولة في الراس. تيكون عندك فحال شعري. خلينا من هادشي. عطيني الجواب. ديالاش؟ ديال السؤال المطروح. وعطيني السؤال. ما هي العوامل التي تساعد على نجاح الأسرة؟ أنا عندي عامل واحد. اللي هو؟ عامل النظافة. أه؟ عامل المدينة. شنو؟ عامل قلعة سراغنا. ياك؟ خليوه عامل جعادنا. يا أختي. بدرية. ناقص 20 نقطة والله ما نزيدك فيها جرام. وقد نقصي 50 بغا تشري لي مشكل مع العمال. أه؟ العاملات. بدرية. زير الصمتة. لابسة صايا. وسيمة. الفتاة الجميلة الزينولاطاي. وسيمة. ما هي العوامل التي تساعد على نجاح الأسرة؟ أمالك؟ أش كاين؟ أشنو؟ واش بغيت غنفوز؟ ياك اختي عندنا جردة مردوخ، عندنا عين دياب هنايا. تبعي معايا، تخيلي راسك انت عندك أسرة. من فمك لربي. آمين. يا ربي. آمين. يا ربي. الحمد لله. وسيمة. ياك المشكور مقعور، القسم كامل ناقص 20 نقطة. ركزوا معايا في الجواب. الجواب الأول. العامل الأساسي لنجاح الأسرة وهو الرجل. خاصو يكون كيتوشي 30,000 درهم في الشهر. هي شحال بالريال؟ 3 المليون. وي 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 برلماني. أنا بارك عليا البغرير. يا وجه البغرير هنينا. العامل الثاني جمال المرأة. المرأة خاصها تكون كدير المكياج أكثر من 3 مرات في النهار باش ما يهربش عليها الراجل. والله إلا حمقة بالله. جارتنا كدير فيه 7 الخطرات في النهار وتجوج على الراجل. ديك فاطمة رجارتنا. أييه. تدير مكياج بيريمي. باش عرفتيها مسخوطة. أنا إيت نبيعو لها خاصكم الدريات شي فون دو طاولة باغا تعرضوا الحجبة نقولوا عليا. بدرية. راه حنا في قسم ماشي في كراج علال. زيري. لابسه صايع. بلا خص من هاد المادة. غندوزو للدرس الثاني. مادة الصرف والتحويل. اه جيري. اشنو؟ طلعي. اشنو؟ طلعي. سيربي سيربي. تريكة الزلاب. نبغي كلشي ينتبه معايا في تلقي فقر. الربعوات. طيبية. شنو؟ اش كدير اخويتي؟ كنجمع لك الصرف. اش من صرف؟ يلا قلتي الصرف هاويلي. والصرف والتحويل راه مادة ما دايرينش دارت هنا يا ريحي الارض. ايه مزيان. ريحي. ريحي بغيت لك بغطاط. جمعت باش نمشي للحمام. الصرف والتحويل المقصود بها هو يا اختي منين كيتبعك شي واحد كيتبسل عليك كيفاش كتردي ليه الصرف؟ تحقوش. تحرشوش. وباش تفهموا التمرين مزيان غنبداو لكم مع التمرين التطبيقي. وسيمة اختي. تكلمي تكلمي. اجي الهلايا بغيتك. زيدي بشوية. زيدي بشوية. هاك. الله يعطيك الرب. وسيمة. تخيلي راسك اختي راك غادة. انتي غادة ويتبسل عليك واحد شنو غديري؟ فينا هو؟
تخيليه. لا ما عنديش مع التخيل، عندي مع الواقع. بغيتي لحم وعظم؟ بغيتو طويل وعندو الشعر. واه جعفريه. ايه صباح الخير نوضي. تعاوجي فيك شويه بالمهل. ها دير اش بغيتي؟ لعبي لي دري. انا وسيمه. نعم بيني ليا. واخ وفين الزين ما نشوفوش؟ ما مربيش. حسن جدا برافو. كيفاش برافو؟ ما مربيش الله يعطيك العمر باين هادي. كيفاش؟ كيفاش على اللي ينقو عليه بحال هادي ما فيهاش جلاله؟ حتى عنده ناقص 40 في النظر اللي ينقو عليه هادي. جعفريه معلش الشيطان زير شويه. وي وسيم اختي تبارك الله عليك ما عندي ما نتسالك بلاصتك. شنا هو؟ دخل حمام مع الخروجو والله تيعترف داكشي اللي في كرسي. وسيمة الهلا يطيح علينا اختي شي باطل. هذا راه تمرين دوزي لبلاصتك. عندك الجزار ما صدقاتش. طيب يا نوبتك. ها نوبتك بيني ليا. واش باغي عندي داريني مشاشتي. اجي لهنا تخيلي معايا راكي في الدوار. اه باركه يا اختي كتحشي في الربيع. ايه هو يوقف تبسل عليك العربي. العربي ود الماطي ولا سيدي حمد؟ يا فحال فحال. اي ود الماطي مراجع معايا حرام. وقف عليك عبد القادر. ايوا كومي ما داك عنده ايفون. خرجت خرجت اسعد تاع ربيع عنده اللي حشو. الله يجيب اللي حشنا. طلبتي الموجود اجي اجي ولا تنحش والديك الركاب. اجي حشيشة اجي اجي. طيبية طلقيني طلقيني. طيبية دارة تمرين بغا تصيفطينا جناية دوزي طريحي. سيري طريحي اختي. ها سيري طريحي سيري طريحي. عمر داود ما يعاود عمرني نوضك في التمرين تطبيقي. ريحي سخفني. بدرية يا اختي نوبتك. بدرية تخيلي معايا اختي راك غادة في الشارع. ايوا شارع محمد الخامس. وهداك ويتبسل عليك واحد. خليهم خمسة. علاش؟ ثلاث ست سنين عاد في الثالث. يلا سيري على الله. انا غادة. وفين الزين؟ الزين يا مك ويحل لك كلامك وتلبس سروالك يا مولاي السلطان. لا صافا الحمد لله. اسميتك؟ سعيد. باس واتساب؟ بزربة. واشنو؟ صفر ستة زيد 22 زيد 52. الله بدرية خلينا ندبر على بيكو. زيد 46 بدرية صيب جديد 72 بدرية. خلاص عليك فضحتينا. شوف اخويا غتلوح عليا من الشرجن ديال القسم ما قدرتيش تلاح نسويها. لازم يا اختي تابعة. لاز هادشي اللي علمتك. علمتنا نلقاو بايرات يا اختي. ايوا لا طفرتي جي سيلي ليا. بغيتينا نعدو في الربعين يا اختي. جعفريه لبسي انت. جعفريه تاتي تخيلي راسك راك غاده في الشارع وقفت بالسلع لك يا اختي واحد شنو غديري؟ سيري خدي البنان والحليب. علاش؟ باش تمشي تزوري حيت نقسمو. تعاوجي تفالع الصيف. ريح على نشوبه. ريح الطوش غادي. ريح عظم الطيو. ريحي تفيلي. كاينة بدرية وجعفرية شنقول لكم وسيمة والطيبية 20 على 20
والباقي صفر ينطحوا. الله يجيب لينا ضحك. اه قلت لك المسرح بحال نطيحه السحاب. غندوزو للدرس الثاني. هو الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الثالث على الزبده. حفظ القواعد. شكون اللي ذكرني بالقاعده السابقه؟ اختي 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 إن أنة كدك أنة شبهية لكن الصدرفية ليت بيت أتمنى لعل الترجي لعل الترجي وتاه وتاه والله لا وتاه وتات وتات والله لا وتات أو هذا عشر معلين الحكامة لا 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 عيد الميلود كي يحكموه رجالة لا 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 هذا عشر معلين الحكامة لا 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 عيد الميلود كي يحكموه رجالة لا 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 شمع والله لا تلاح قصيري عاش تخربيك عندي في المؤسسة ولكن ساعدت لك ما كاينش ولكن ما كاينش لا امي واخواتها لا جدتها لا عمتها لا حتى تصيد والديها يمكن لك تشرحي لي شنو هذا الموقف اللي انت فيه هذه سعاده المدير استراتيجيه جديده حاولت نطرحها لوزاره التربيه والتعليم ولكن للاسف ما سمعونيش انا غنسمعك انا يمكن لي نسمعك في الدور ديال الاستراتيجيه كي دايره اها نعطيك مثال تسمع على ودنيك بدريه يا اختي بيني ليه اللي في ماينقط البوحد تحت تعزز الفوق زي وحده في الوسط اللي في ماينقط تا وحده في التحت زي والفوق لا وحده في الوسط هلا جمع هادي لا قصره ديال الشيخات هادي لا خصها مواد اخرى باش نعلموها للدراري مزيان كتخربقي عليا استاذه اش هاد الطفليات فوسط الخزم هاد الشيء ما كيدارش عندي هنا وفين في الدار ديالي ديوركم ديوركم استاذ ديوركم استاذات سبقيني القسم ديالك نجي نتفاهم معاك استاذ الاداره عندي ولكن خليني سير الله يعاون الله يرحم لك الوليد سير بحالك الله يخليك مزيان تبارك الله هذه مؤسسه تعليميه ماشي فيها شطيح ورديح سمعتوني هلا والله الا عدا الشح واحد ينوض يقابل بغريرو الله يخلص على قد نيتك مشاو الله يعطينا سعد الخيبات ولي ما سافس هاد السين الله يعطيه العمى مبروك عليكم هذا الشهر المبارك الجميل السعيد الطويل مرتاحين بخيرين والله الا راني فرحان حيت شفتكم اقسم بالله الا كنقول هذه الهضره حيت ما عارفش باش غنبدا السكيتش لا جاي بغي نقول لكم واحد المعلومه ان المغاربه كيهضروا بيديهم اكثر من فمهم عارفين هذه القضيه عارفينها ايوا صافي الله يعاونكم
لا لا بصح المغاربه كيهضروا بيديهم اكثر من فمهم. شو دابا المغربي الا بغى يقول لك اجي كيقول لك بيديك اجي تا اجي كتجي عندو كيقول صافي سير. شو دابا المغربي الا بغى يكذب عليك كيكذب عليك بيديك ما عرفت والله ما شفت بزطامك كان هنا والله ما شفتو شحال كانت فيه 40000 الله يمسخك يا 4000 اللي لقيت فيه. شو دابا امك مني كتبغي تحلف عليك كتحلف عليك بيديها لا لا بقيت فيك العفريت ها هي فك باك لا باك كاينين جوج الانواع ديال التحليفات عنده كاين النوع الاول اللي كيتحلف عليك بيديه ولكن كيتحلف لك جائع ها جير تخوت والدين والله ابوك وشدك تنقتلك وكاين النوع الثاني اللي كيقول لك اجي يا وليدي اجي ما نقيسك اجي انا كتجيني هادي خير هادي مسمومه هادي هادي لما فرشخكش يسخرك شي بلاصه بعيده. شو دابا الكور ما كيهضروش بيديهم بزاف كتلقى السيد كيفيق مع العشره السيد خدام كيمشي في الصباح بونجور كيجي في العشيه سالو وكيمشي كينعس حنا المغربي كيفيق حتى الربعه ديال العشيه يعني مفوخ من الناس وكيبقى يشاطي مع عباد الله بيديه وكيدير شي شعيب ولا باش شويه الدراري الكبار بخير دوك اللي فلوس شويه مزيان صغار لاباس عليهم هذاك اللي دارك سيده صح ولا باغي. شو دابا نورمالمون الا كان شي واحد بعيد عليك 300 متر الا بغيتي تهضر معاه خاصك تغوت ولا تعيط ليه في التليفون. حنا المغاربه تنهضروا معاه بيدينا وي انت فين وماك ما جيتيش البارح ماتت لك المراه وعلى سلامتك ديال واه اسكع واجي غدا جي جي راه كاين وراه اتايا مسخوط الوالدين وشوف واجي وجيب معاك القرعه الاخر من اللي كيقول لي واش القرعه ولا القرعه وهادي اللي من هنا كيقول لي واه بجوج ماكله ودواء شو دابا عاد تبرقيق تبرقيق تنبرقو بيدينا كتلقى دابا شي مجمع بحال هكا فيه عباد الله بزاف وشي واحد كيقول صاحبو كيقول ليه ديك شكون هو ديك اللي مليا شكون هو ديك العامل تاع المدينه ديك بكرج اللي عندها شكون هو هذيك مرتو حامله سبحان الله يا هاد الضحكه كنديرها مني كيمشي ليا التاكس المهم وقت ما مش وقت ما ننسى نضحك ليكم ولكن دابا هاد الهضره ديال اللي دير كاينين شي علماء صنفوها في لغه الجسد. انا مشيت كنقلب ما معنى لغه الجسد دخلت اليوتيوب ونلقى واحد السيده كتعطينا امثله على لغه الجسد قال لك مثلا الا كنتي امثله زعما ديال لغه الجسد قال لك الا كنتي جالس مع شي دريه في القهوه وكانت حاطه يديها فوق الطبله عرفها راه كتبان لك نفس الشعور كتسنى منك على البديره الا كانت خاسيه يديها تحت الطبله عندك جوج ديال الحوايج الا كانت كتلعب بيديها عرفها راه بغات كتخلص على قهوه وتنمشي في حالاتها الا كانت كتورك على يديها عرفها راه مترده في الافكار ديالها واش تقبل عليك ولا لا. انا كنت جالس مع دريه في القهوه وكتخاشي يدي لتحت قلت اذن وحده من جوج وانا ندير راسي طاح لي ستيلو وانا نطلع لها وانا لقيت دايره بها شكيكو يد مقلزه بها قلت وهادي ما قالوهاش في الفيديو هادشي هو يجي عندنا السيرفور قال لنا خويا شنو تشربوا قلت لي شوف الانسه شنو تشرب قالت لي بغيت باناشي قلت لها هاكي ها باناشي قال لك عاوتاني لو كنتي جالس مع شي دريه وكانت كتحك قال لك عرفها راه كتفكر بزاف انا كنت جالس مع دريه كتكر قلت السيده تتفكر بزاف وانا شده من يدي وندي للوالده نقول الوالده راه هي الدريه اللي نتزوج بها ان شاء الله الوالده شافتها هكا كتقول لي وليدي انت ملقيتي مغير هذيك المقمله
قلت لها لا الوالده راه ماشي مكمله. قالت لي قلت لامك مكمله. قلت لها والله ما مكمله الوالده راه تتفكر. قالت لي قلت لك مكمله. قلت لها والله ما مكمله راه تتفكر. قالت لي قلت لك مكمله خرج عطيني التيسع انت وياها. قال لك عاود قال لك عاود ثاني. قال لك عاود ثاني لك تيجلس مع شي دريه وكانت كتشوف الفوق. قال لك عرف راه بغات تمشي معاك بعيد. انا جالس مع وحده وهي تسهل فوق دايره بحالك وانا جالس حدا. اي والحاجه واش سعديه ويدير والحاجه فاطمه وانا هنا عاد درت شفت ورايا ونلقى واحد الشهب هذيك الساعه عرفتها بغات تمشي بعيد واني مشي معايا. قالك عاوتاني لو كنتي جالس مع شي دريه وما بغاتش تكونسومي باش تاخذ شي حاجه تشربها. قالك عرف راك تفكر ليك وبغاتك تجمع راسك ودير دارك. جالس مع فاطمه قلت لها خذي شي حاجه تشربيها. قالت لي لا بلاش. قلت الله واش متاكده؟ قالت لي لا والله ما باغا شي حاجه نشربها. واش متاكده ما باغاش تشربي؟ قالت لي صافي خالد ما متاكده ما باغاش نشرب خليتها نتغدى وحسن. يا راه تحياتي لكم وشكرا لكم اجمل جمهور. كي جاتك الفكرة ديال المواهب في المدرسة ونديرو حفلة ديال آخر سنة؟ واش سي عماد واش غير أنا جيت وكنبقرف في راسي قدام الوزارة بسببك؟ الله يحفظك. عرفت كاين لا يخطيك. شوف الفكرة راه مشتركة بيني وبين الأنسة. مشتركة عاوتاني مترابطات. هادشي ما كيدارش عندنا. فين؟ في الدار عند المسابقة. المشترك الأول اهلا وسهلا بك. ازيك؟ الله يبارك فيك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ جعفر من مكناس وليلي المغرب. يا سلام اهلا باهل المغرب. والله في مواهب في المغرب زوينين. الله يا رب يحفظ شعب المغرب ومواهب المغرب. امين امين. جيت باغي نبرز الموهبه ديالي ان شاء الله. وايه موهبتك؟ انا عندي موهبه الخدع. يا سلام زي ايه مثلا؟ يعني نقدر نشعل العافيه في اللجنه في الجمهور في الخشبه. ما عندي عجيب. طب ازاي ده ممكن يا تبدا الشو؟ ادينا في السخين. بدا. يا سلام كما كتشوفوا هنا ورقة ورقة رمزي السلام. يا سلام رمزي السلام. ايوه هذه موهبه جديده. ايوه يعني ازاي تعلمتها؟ شعلنا بالبريك. يعني يا ريت نمشي نطفي قبل ما حرقت. لا والله عجيب. يعني في تطور للمواهب في الوطن العربي. شيء فظيع شيء غريب. رايك نقوى؟ يخرب بيتك شو حبيتك. انا بدي اقول لك كلمه واسمع مني كثير وايد وايد. الله يعطيك العافيه. عطفيت هذا. والله يعني كلك ذوق وفي احترافيه وفي موهبه في طول
يعني بس انت مرفوض برا، اخرج برا يا واطي. بس يا عظيم طويل عظيم طويل. بس يا واطي والله في موهبة تانية. لا انا بحب البرنامج ده والله، في مواهب عربية والله تحفة. هلا 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 هلا، اهلا وسهلا. هلا والله بالغالي، شلونش؟ ابيض احمر اسود، عرفنا براشك. سعرور بن سعير بن سعراراري. شو؟ سعرور بن سعرار بن سعراراري. شو قال يعني؟ ما والله ماني يعني عندك موهبة ايه؟ كندير السعر. ايه؟ كندير السعر. سعر؟ سعر. سعر ايه؟ سعر ال اصله يقول لك الشعر عنده الشين مضروبة. انا كنقول الشين غير السين ما كتخرجش لي مزيان، الشام عندي فيها مشكل. ايوه انت يعني عندك كلمات وشعر عربي. ادينا في السخين. احن اليك نتلا اح 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 اح. عظيم عجيب عظيم. نجوى من حبيته يخرب بيته. ست نجوى ايش اللي عده؟ ما عنده مده. استاذ حسين والله شو بدي اقول لك عليك وعلى شعرك، الله يمسخك من الاخر. يعني كلام جميل، كلام جميل ملوش مثيل. احنه اح 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 احي احي برا مرفوض يا واطي. الله يرحم الشعراء الكبار. فين شعراء الكبار وفين ال طب ليه من حبيته يخرب بيته؟ سيت نقوى الشي اللي عداد المسخوطة يا دي الشي اللي حافظ. في موهبة تانية؟ يا سلام. أنا عاوز أقول لك شي والله، لما شفتها دخلتش علينا تفرح الدنيا وتساوي الدنيا، دخلت النسوان بتشعشع. ايوه نسوان. شو هالجمال شو هالقمر. دي اسمع لويت. عارفين بنفسي. معك بدريه 23 عندي للعاده مغرب. من المغرب. مغرب. والله في مواهب مغربيه ما حصلتش. برافو عليكم، تحيه لاهل المغرب. سمعونا شاف الاهل المغرب. الله عليكم الله اكبر. ايه موهبتك؟ انا كندير التمثيل، كنتسطع على داكشي ديال التمثيل. يا سلام ممثله خطيره. وايه حلمك يعني تبقي زي مين؟ بغيت نولي بحال محمد رمضان. نعم يا اختي محمد رمضان. دي بتقول لك محمد رمضان. والله انا عاوز اقول لك كلمه، يعني هو من فوق محمد رمضان ومن تحت محمد الجم. نزل عليك النعله. اش كيدير؟ شوفوا شي حاجه. ادينا في السخين. ارى ليه كندير شي حوايج ما كيديروا بتصوح. يا سلام صوره معبره. لاحظ. ايوه يا اختي يا اخت. اهدى هذه حجره في فيرمة استاذي. ايه حجره؟ يعني الحجر هو الصخر. الصخر. ايوه. والستاتي ايه ده؟ هذا اللي بغني في المغرب، الزين ولاتاي كل شيء كاين. الزجال. ايوه ايوه. عندك حاجه ثانيه؟ كاينه واحد الحاجه خطيره. تفضلي شوفوها. وايه ده؟ هذا الصفار وك القتله. لا عظيم والله برافو. عظيم موهبه فذه. ولكن الثالثه تشرشيم. عندك موهبة ثالثة خطيرة. تفضل. وده ايه بقى؟ هذه شيتة سنان معدودة. يا سلام دي المواهب. وكندير تاتيو ديال المعامر بالماء. بغيتي ندير لك طيطوار؟ ندير لك طيطوار. ما عنديش مشكل. بروجيكتور.
خمسة. عجباتكم حتى حاجة؟ أصلا ما تتعبروش المواهب، وأنا المسرحية كاملة وأنا داير مرة مثل عليكم راجل. ما تتقدروش. أنا غندير القند ديال الطاولة هاد. اسمح لي يا سعادة المدير وصف. ما في ما كاينش شي حاجة. لا في بس اسمح لي على هذه الكارثة اللي كانت دابا وصف. المشترك الرابع. الله يخرج هذا الامتحان على خير. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا عليش الله. عرفينا بنفسك. معك جعفرية سلاوية من المغرب. يا سلام، مواهب كثيرة من المغرب. ما فيش مواهب في الوطن العربي ولا ايه؟ ايه استاذ عماد، شنو شتي هذا البرنامج فيه مواهب ديال المغرب؟ ما كاينش شي مواهب من الدول العربيه. وي راه واقيلا بدر زمطهم في الباب كاملين. شكون اللي يسمعنا؟ تفضل يا اختي، عندك موهبه ايه؟ الغناء. يا سلام، الله اطار فريد الاطرش ام كلثوم. الله عندك لكم عبد الحليم. تفضلي. ايه عبد الجبار. ندير لكم إليسا. انت ايه مش كفايه؟ خلاص يا واطيه، اتعطوني الباص الذهبي ياكو. الباص الذهبي. نقوى حبيتك يخرب بيتك سيت نقوى. غنخرج غنفرقعها. مليت. شنو دير ليا؟ حتى تسالي ولا بقات شي حاجه عيط عليا. اكدوار شو اتفقع انا فقعك الجمهور كان حبتي كامله. لا ما داويش انا كنمسخر ما حافظ. العرض الجاي غتلعب نقطة. والله أستاذ حسين، والله العظيم شو بدي أقول لك، عندك صوت وعندك أداء وعندك عندك 100 درهم تلك الدار. الله يمسخك يا ولد الحرام. حبيبي فو عليك وعلى موهبتك. تفضل أستاذ وار. حامضة مصيرة مرقدة باغا الباص الذهبي. انت راه ما خاصكش غير الباص الذهبي، انت راه خاصك باز وبزيز وباز زلطاسي. عندي فلي تاك مصباح ولا تاك. طب ليه ما نحبيتها يخرب بيتها؟ خرجي نفرقعك. والله العظيم شو بدي اقول لكم الحضور الكريم، هذه هي مدرسة طيور الجنة والجهنم. الله يجيب الصحة والسلامة. خرجات وما زالت تخرج، غتعطي ولا زالت تعطي في الإبداع من أجلكم وفي سبيلكم. نحن لازلنا مستمرين بثقافتنا بهويتنا بحضورنا، سوف نستمر من أجلكم في تاريخ حاضر وماض يمكن أن يكون قريبا. الكابتن ماجد عاد من جديد يمرر ويساند خاسم التسجيل. فهمتوا شي حاجة؟ هذا الشيء اللي اعطونا في المقرر. صفر لواحد نعلة الله وعليكم. هذه هي المواهب.
في الفرقه خروج. شي باقي كيدير رجال، شي باقي كيدير ريحه. نبحث عن المختفي السيد انور خليل. تفقت حارة على الكاتب الساخر والمنتج ديال الكوميدي شو سيد انور خليل.